حالك، واحدة من 3 نساء بالعالم تتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإذا تعرضتي للأذى فهذا ما له خطأك أبداً. الكادر الوظيفي بمراكز دعم وتمكين المرأة موجودين لتقديم الدعم لإلك، رح يسمعوك ويقدموا الدعم النفسي والاجتماعي ويرافقوك لمراكز الخدمات الأخرى اللي ممكن أنت تحتاجيها، مثل الخدمات الصحية، الخدمات القانونية وغيرها، ورح يلتزموا بالسرية ويحترموا رغبتك.